مساحة 80 متر، الدار كتواجد منطقة كزنايا بدريو. أنا خوتي العزاز، الدارية هادي كيما لاحظتو معايا، هذا الموقع ديال الدار. عندها فرشادة ديالها طويلة، جات واجهة واحدة على هاد الشارع د 12. مساحة 80 متر، الثمن ديالها 65 مليون. اللي بغاها مرحبا، نعملو موعد ونجي نشوفوها، وما يكون غير الخير إن شاء الله. أنا خوتي هذا هو موقع اخوتي، شي واحد معقول مرحبا والف مرحبا اخوتي. الدار باقا بلا فريق، يعني اللي كيشري كيفصل بالذوق ديالو بالطريقه ديالو اللي بغا. كما كتعرفوا اخوتي العزاز، المنطقه عندها مستقبل رائع، وصل الضوء الماء، مدوزين قوات الزوال الحار، الشارع هو مصلح كما لاحظتوا معايا. الدار جات قريبا الطريق، قريبا جميع المرافق العموميه. تفتح شي بقال ديالك هنايا، كما كتعرفوا الدنيا عندها مستقبل مزيون. هاد الاراضي كلشي مبيع اللي هنا كما كتشوفوا. الرقم ديال الهاتف هو اللي كاين في الشاشه اللي كيهم الامر. مرحبا اخوتي، راه الدار فيها ثمن مزيون. هذا الشارع د 12، الشارع متسع تبارك الله. الدار ملكيه. الرقم ديال الهاتف هو اللي كاين في الشاشه اخوتي. السلام عليكم.